في زيارة قصيرة لبغداد أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري مباحثات مع وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، تطرقت إلى التعاون المشترك لمحاربة النعرات الطائفية والدينية ومواجهة التنظيمات الإرهابية من بينها تنظيم داعش. لعلها فرصة صالحة لكي أعاود التأكيد على إدانة مصر التامة لكافة أشكال الإرهاب الذي يمارسه تنظيم داعش وغيره من الميليشيات المتطرفة التي تتخذ من الدين ستارا لانتهاكاتها ضد المواطنين الأبرياء في العراق والعالم العربي. وزير الخارجية إبراهيم الجعفري قال أنه باحث مع نظيره المصري تجفيف منابع الإرهاب والدعم المتبادل لتطويقه والقضاء عليه، مشيرا إلى أن الإرهاب موجود في أكثر من 70 دولة وعلى الجميع أن يتعاونوا ليعيش العالم بسلام. نفرق بين المواطن والدولة، أن مواطني داعش الآن من كل دول العالم، ربما أكثر من 70 دولة، أكثر من 70 بلد، بس لا يمكن أن نجعل ذولا جميعا أنهم مصطفون إلى جانب الإرهاب، خصوصا أن حكوماتهم وأن دولهم يبلغون أن هؤلاء يأتون بطريقة غير رسمية ويجيبوهم ويخشون من خطرهم. ولم يخفي وزير الخارجية المصري إعجابه وثناؤه لجهود حكومة بغداد الحالية في إعادة اللحمة الوطنية بإشراك كل مكونات المجتمع في العملية السياسية. فإننا نثمن الخطوات الإيجابية التي شرعت الحكومة العراقية في تبنيها على الصعيدين الداخلي والخارجي، وندعوها لاستكمال جهودها في هذا الاتجاه، بما في ذلك مواصلة التحرك نحو ترميم العلاقات مع دول الجوار بما يسهم في عودة العراق إلى دوره الطبيعي ضمن المنظومة العربية. وتم الاتفاق خلال اللقاء على ضرورة عقد اجتماعات اللجنة العراقية المصرية المشتركة في موعد أولي خلال الربع الأول من العام المقبل، مع وجود مساع عراقية ومصرية للوصول إلى مذكرة تفاهم تتضمن استثناء الجوازات الدبلوماسية من سمة الدخول وتسهيل دخول العراقيين إلى الأراضي المصرية كمقدمة تعاون أكثر فاعلية في جميع المجالات. محمد فاضل، الحرة، بغداد.